انتخابات 10 تشرين اقتربت، ومع كل يوم يمر تختلط أصوات المرشحين وهم ينادون على برامجهم الانتخابية، واللي يقنع الجمهور بيها هو اللي يفوز. مرشحي اليوم برامجهم متقاربة وجميعهم ينادون بالإصلاح، وهم كل من السيدة وسن فتح الصقر من البصرة، وأحمد حازم جاسم من صيف الدوري، وفراس الموسوي من بغداد. سيدة وسن من مواليد البصرة عام 1970، حاصلة على البكالوريوس في الآداب وتعمل في التدريس، وهي مرشحة في الدائرة الرابعة تسلسل 44. سيدة وسن رشحت عن حركة الوفاء العراقية، ولديها برنامج انتخابي يتركز على تعزيز دور مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين عن طريق إعادة تقييم آليات الخدمة بمنطقة الزبير اللي هي مرشحة لتمثيلها. كذلك ركز البرنامج على تنشيط الاستثمار وخدمة الشرائح المستضعفة. المرشح الثاني اليوم هو السيد فراس علي شاكر الموسوي، وهو من مواليد بغداد التاجي عام 1984، ويعمل في القطاع الصحي. الموسوي رشح عن حركة وعي بالدائرة 16 في التاجي وتسلسل 22. أما برنامج الانتخابي فيتركز على دعم القطاع الزراعي من خلال تشريعات تدعم الفلاحين، كذلك تركز على ملف الإسكان وملف الصحة وتفعيل الاستثمار، خصوصاً استثمار الأراضي المتروكة زراعية. أخيراً عندنا مرشح شاب هو أحمد حازم جاسم صيف الدوري، اللي رشح عن حركة نازل آخذ حقي في بغداد الدائرة 13 وتسلسل 36. أحمد حازم من مواليد 1992 وتحصيله الدراسي بكالوريوس قانون، ودعا في برنامج الانتخابي للقضاء على البطالة اللي يعاني منها شباب قضاء أبو غريب، واقترح هيكلة المصانع الوطنية لتوفير فرص جديدة للعمل. كذلك يدعو إلى دعم القطاع الزراعي والاهتمام بالمؤسسة التعليمية. أهلاً بمرشحين الشباب، وأهلاً بمشاهدين. حياكم الله، وأرحب بضيوفي الكرام. وسن فتح الصقر مرشحة حركة الوفاء العراقية البصرة دائرة 4 تسلسل 40، وفراس الموسوي مرشح حركة وعي الوطنية بغداد دائرة 16 تسلسل 22، وأحمد حازم جاسم الدوري مرشح حركة نازل آخذ حقي بغداد دائرة 13 تسلسل 36. بس كون الأرقام صحيحة. وأرحب بكم شباب، وأهلا وسهلا بكم، وخلونا نحكي يعني بدون هذا التوتر. لربما انه ما عندكم خبره بالتلفزيون وبالاعلام ما عدا ست وسن، لانها اعلاميه ومعده ومقدمه برامج وزميله. وسؤالي لها اولا، يعني اللي دخلوا السياسه من الاعلاميين فشلوا، انت باقيه بالاعلام يا ست وسن، مو افضل؟ مساء الخير عليكم جميعا، واهلا وسهلا بكم. انا ما اصنف نفسي اعلاميه درجه اولى، لانه مثل ما تبين السيره الذاتيه انه اشتغلت في عده مجالات وكان الاعلام واحد من عدها، وربما سبب دخولي هذا المجال هو التقرب اكثر من الناس ومن الهموم الشارع، هموم المجتمع، اخبار الوطن والاطلاع عليها ونقلها، وبالتالي بالعكس هي ربما تكون الدافع لهذا العمل، وربما طيب تكون تجربة ناجحة سابقة لغيرها. يا رب تشكلين استثناء يعني إعلامية وتنجح بالسياسة. بس سؤالي إلى حضرتك، نتمنى ذلك. حركة الوفاء العراقية، نعم، يعني هاي الحركة أغلب البصريين ما يعرفوها، نعم، هي معروفة بالنجف، معروفة في بغداد، يعني أنت ليش، نعم، اختاريتي هاي الحركة بالضبط حتى ترشحين عنها؟ نعم، بداية نحن ننطلق بمبدأ كلنا العراق،
يعني احنا ما نريد نقول انه هذه الحركه تتبع الشمال وتتبع الجنوب او الغرب، احنا نريد انه كل الحركات تمثل اصوات العراقيين اينما كانوا من الشمال الى الجنوب، فبدايه احنا ما نريد هذه التقسيمات. اما ليش اختاريتها؟ فاختاريتها لاسباب طبعا تتماشى مع منهجيتي، تتماشى مع رؤيتي السياسيه والمستقبليه لواقع العراق. مثلا حركه تقدميه تركز على الازدهار والإعمار، وهذا بصراحة كل ما نحتاجه إحنا مو فقط بالعراق لكن على وجه الخصوص بالبصرة، معتدلة غير متطرفة، وبالتالي تتماشى تماما مع رؤيتي ومنهجيتي إلى الواقع والعمل السياسي. شنو في وجهة نظرك التطرف مثلا؟ يعني تجربة الأحزاب الإسلامية في البصرة تجربة متطرفة بنظرك؟ مو بالضروري إسلامية، التطرف ربما بكل شيء. يعني إحنا حتى على صعيد المستوى الشخصي أحيانا نكون متطرفين بآرائنا لدرجة مثلا عدم الاستماع لآراء الآخرين. الاعتدال شيء جميل جدا، يعني خير الأمور أوسطها، هو منهج رائع وعظيم جدا وصل النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بالسياسة أيضا يجب أنه يطبق، فنكون معتدلين بآرائنا الإسلامية السياسية الاقتصادية إلى ما ذلك. أنت برنامجك يتحدث يعني عموميات، وهذا يعني لا تتنغصين من عنده، يعني تحدثتي من قبيل أنه تعزيز دور مؤسسات الدولة، تمكين الشباب وخدمة المستضعفين. ماكو آليات في البرنامج؟ يعني شلون ممكن مثلا دعم دور مؤسسات الدولة؟ شلون مثلا تمكين الشباب؟ ما شرحتي في برنامج. يعني احنا نعرف، نعم نعم نعم، لا هو مو ما شرحته، ربما أنت اللي وصلك كانت نبذة مختصرة. أيوة. لكن لا بأس بتسليط الضوء على هذه النقط. إحنا نعرف أنه دور البرلماني هو تشريعي رقابي وليس تنفيذي. فأنا من أقول تعزيز دور أو تعزيز الخدمات المقدمة من دوائر الدولة، فأكيد اللي أقصد به هو مراقبة سير هذه الدوائر. إحنا اليوم الكل يعرف أنه هناك خدمة غير جيدة من قبل مؤسسات الدولة تقريبا أغلبها، فاللي عنده معاملة متأخرة، تقاعد يشكون كبار السن من عدم مثلا انسيابية معاملاتهم، نزول رواتبهم إلى آخره، كل الدوائر تقريبا هناك تلكؤ بالخدمات، الكل يشكي، صحة، تعليم، جوازات، يعني كلها. فإحنا نريد اليوم نعرف وين دا يصير الخلل، هل هو نقص كادر؟ هل هو قلة تدريب الكادر الموجود؟ هل هو موظف معين؟ هل هو إجراءات معينة، بيروقراطية معينة؟ إحنا نريد نعرف هذا الشيء. فهذا بالعكس، هذا دور الرقابي إلى البرلماني إنه يسلط الضوء على ذلك. وطبعا أكيد هذه الآلية، إذا أنت تتكلم على الآلية، تتم بطرق متعددة، واحدة منها مثلا تكوين لجان. هو ما يقدر يعني كشخص واحد فرد أنه يتدخل في عمل كل الدوائر، لكن ممكن أنه يكون مشرف على مجموعة من اللجان، واللجنة أيضا بها مسؤول، ويكون بإشراف مباشر من عنده حتى يشوفون الخلل وين. جميل. هذا كمثال يعني. واضح واضح عندك خبرة إعلامية ست وسم. خليني أسأل أستاذ فراس. نعم. الموسوي. حركة نعم. نعم. حركة وعي ترفع شعار زيح واستريح، يعني أنتوا تتخيلون القصة بهالبساطة مثلا؟ يعني مسألة التغيير ومسألة الإزاحة سهلة، شفتوا الشباب اللي طلعوا في تشرين شلون اللي طالبوا بالإزاحة شنو تعرضوا له؟ أستاذ فراس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكريمة، ضيوفك الكرام والمشاهدين. بصراحة الإزاحة لمنظور حركة وعي، طبعا جاءت هذه الجملة والتفصيل لها سابق لأمانة. حاليا احنا نطرح إزاحة جيلية وقادة جدد لعراق جديد، فبالتالي هذا الشعار زيح واستريح وجاء جملة تكمل ما قبلها من الإزاحة الجيلية وكذلك قادة جدد لعراق جديد. فبالتالي وسيما اليوم الساحة العراقية السياسية بحاجة إلى تغيير، وما شهدناه سابقا من مظاهرات واعتصامات وكذلك من قبل سواء على مستوى الشهادات العليا والمواطنين بتغيير الواقع. فبالتالي أخذت على عاتقها حركة وعي تكوين مجموعة شبابية
طبعا كفؤه وكذلك مختصه في جميع المجالات، فبالتالي ينعكس العمل المهني اللي تمارسه هذه الطاقات الشبابيه تريد ان تنهض بالبلد من خلال استنهاض الهمم داخل الشباب الموجود في حركه وعي. طيب. ونقل ما تملكه من خبرات علميه ومهنيه على الساحه السياسيه. لا بس خلينا نتوقف عند الخبرات اللي تمتلكه مريحه. استاذ فراس، يعني انتم تريدون تقول ازاحه جيليه، يعني الجيل القديم يزاح الجيل الشبابي يمتلك خبره. استاذ، الجيل القديم يمتلك خبره تراكميه، انتم شباب، كيف ممكن إزاحة الجيل القديم؟ هسه سيء فاسد عليه ملاحظات شيء، بس هو يمتلك خبرة، أنتم كشباب شلون تقدرون تزاحمون هذا الجيل؟ قطعا أستاذ عدنان، هي الإزاحة ليست الإزاحة العمرية بل الإزاحة الفكرية. هناك أناس مهنيين بصراحة لم تلطخ أيديهم لا بالمال العراقي ولا بالدم العراقي، فبالتالي ممكن الاعتماد على هذه الخبرات الكبيرة والجليلة. فبالتالي نحن سلسلة تكاملية مع هذه الخبرات نعمل من أجل النهوض بالواقع العراقي. الإزاحة ليست الإزاحة العمرية، ليست الإزاحة الفكرية، بل هي إزاحة عمرية لبعض العفو الفكرية لبعض الذين عاثوا في الساحة في العراق والمصير العراقي والدم العراقي. بصراحة خلال 18 سنة لم نشاهد أي تغيير وأي انعكاسات إيجابية طيلة تلك الفترة، فبالتالي حركة وعي تأخذ على عاتقها الإزاحة الفكرية لهؤلاء الذين جعلوا من العراق منصات. طيب. لاستخدام مآربهم داخل العراق، وبالتالي اليوم الشارع جديدة ناقل يعني على هذه. أنا متابع أدبيات وما ينشره الأستاذ صلاح العرباوي عن الإزاحة، بس الإزاحة الفكرية ما واضحة عندي بشكل جيد، بس وضح لي إياها، شنو الإزاحة الفكرية؟ احنا نعم ما عندنا أفكار ممكن تزاح، عندنا أحزاب إسلامية، عندنا سنة تايهين بوضعهم ما يندلونه، عندنا كرد يطعدهم طموحاتهم القومية، يعني ما عندنا هاي بعد لا صراع ماركسي ولا صراع قومي ولا غيرها. نعم، كل الأيديولوجيات الموجودة داخل الأحزاب هي تحمل أفكار سواء ومؤثرات من الخارج، فبالتالي الانعكاسات لهذه الأفكار التي تحسبها التي تحملها هذه الأحزاب والأيديولوجيات انعكست سلبا على الشارع العراقي. جميع ما ذكرتهم اليوم موجودين في دكة الحكم ويتمركزون في المراكز التشريعية والتنفيذية، فبالتالي هذه الأفكار التي يحملونها لم تكن مطابقة للأفكار التي يحتاجها الشارع العراقي، فبالتالي إزاحة لهذه الأفكار وما تحمله هذه الأحزاب والحركات والتيارات داخل الشارع السياسي العراقي تحتاج إلى تصفية وإبعاد عن الشارع العراقي. اليوم نحن ساعين وجادين من خلال طرح برنامج يلائم الشارع العراقي. اليوم الشارع العراقي بصراحة الفئة العمرية في العراق هي فئة شابة وتحتاج إلى محاكاة ومدارات، ويكون اليوم ما بين عمر 95 وعمر 95 إلى 2003 يحتاج. معجب بإجاباتك، وبس خليني أستوقفك هنا وأروح للأستاذ أحمد الدوري وشعار الحركة اللي رش عنها أحمد، وهي حركة تشرينية، خلونا سوى. يعني أنتم انتشارنا ما بقيت سوى، ترفعون شعار خلونا سوى. أستاذ أحمد تسمعني؟ نعم أستاذ عدنان أسمعك. أعيد سؤالي عليك، أقول الحركة اللي أنت مشترك بها ومرشع عنها شعارها خلونا سوى، وأنتم حركة تشرينية، انتشارنا ما بقوا سوى يا أستاذ، فكيف ترفعون اليوم شعار خلونا سوى؟ نعم أستاذ، تحياتي لك ولا ضيوفك ولا جمهورك الكريم. نعم بالتأكيد، يعني نحن كنا جزء، يعني أنا شخصيا يعني كنت يعني محتاج، يعني خرجت يعني أبحث عن شكل حياة طبيعي يتناسب يعني مع طبيعة الإنسان، يعني يعيش حياة حرة ومستقرة وآمنة في داخل يعني
اي بلد، ولكن يعني اليوم بالتاكيد يعني انا عندما يعني مساله يعني هذا الشعار يعني خلونا سوى بالتاكيد نحن نريد ان نقول للناس انه احنا نحن اليوم موجودون على ارض الواقع، نتمنى مشاريع حقيقيه وتصورات وافكار تواكب هذا العصر يعني الذي نعيش فيه. واليوم يعني انا شخصيا يعني شنو مثلا شنو تريد من افكار تواكب العصر نطرح للناس مشاريعنا؟ شنو برايك احمد الاشياء اللي ما تواكب يعني يعني مثلا يعني انتم تشابهون يعني حركه وعي تريد ازاحه، انتم تريدون افكار تواكب العصر يعني نعم. اكو تقارب بالمطالب بيناتنا نعم نعم استاذ نحن نقول نحن كجيل جديد نعم اي نحن نقول نحن كجيل جديد يعني يمتلك تصورات متجددة وأفكار متجددة يحاول أن يغير من شكل الواقع الموجود يعني على مستوى العمل، وأنا اليوم يعني مؤمن بأن العمل يقوم ببناء الإنسان يوفر إليه يعني حياة حرة ومستقرة وآمنة من ناحية دخل الفرد. تبنيت يعني هذا المشروع من ناحية أنه أن تكون يعني هنالك تشريعات حقيقية يعني تقضي بعادة هيكلة المصانع الوطنية، دعم القدرة الإنتاجية من ناحية دعم الطاقة الفلاحية من أجل أن تكون فرص عمل أكثر، من أجل القضاء على البطالة الموجودة. اليوم البطالة يعني بدأت يعني تجعل المجتمع يعني يتآكل يعني اليوم أشوف يعني الشباب يعني بلا أمل بلا تطلع، يعني أغلب الشباب يمكن ما تتوفر أبسط مقومات حياتهم اليومية. أدت يعني حالة البطالة الموجودة أدت إلى حتى يعني أنه وصل إلى مرحلة يعني الإنسان العراقي يعني أصبح بلا يعني تعليم بسبب اهتمامه فقط بالبحث عن مقومات حياته اليومية من خلال أنه بحث عن عمل يعني يوفر فقط قوت حياته اليومية من ناحية يعني أبسط المقومات. لذلك نحن نقول يعني كجيل جديد لسنا جزء من الخراب، لسنا جزء من الدمار، جيل جديد بتطلع متجدد يحاول يغير من شكل الواقع، يتبنى يعني مشاريع حقيقيه، يتبنى افكار. نعم يعني لا يوجد لدينا مال سياسي يعني امكانياتنا بسيطه، ولكن نمتلك الافكار، نمتلك يعني الاراده بالتضحيه من اجل التغيير من اجل الطموح الى واقع افضل. سؤالي هنا احمد، يعني انا جدا سعيد انه التقيكم اليوم، يعني انا متهم بانه انا دائما استضيف الجيل القديم. بس سعيد اليوم ألتقيكم. سؤالي أحمد إليك، أنتوا جاي هذا حايط، يعني هذول أحزاب عندهم مال وعندهم سلطة وعندهم نفوذ وعندهم أيضا حيلة، يعني شفتوا أنتوا شلون يصوغون الأشياء لصالحهم، شنو توقعاتك، شنو اللي تقدرون تسووه أنتوا؟ نعم استاذ عدنان، يعني رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، يعني اليوم يعني نحن يعني اليوم نقول للناس نحن يعني موجودون، يعني صح مدى نقدر نوصل للناس يعني بصورة انه بصورة انه نقدر مثلا نوصل بصورة سريعة، لكن اليوم نحن مثلا نازلين مثلا للشارع نشوف الناس، نشوف يعني نحاول نغير قناعات الناس ان اكو جيل يحاول يغير تصورات الانسان، لازم تتغير، لازم يؤمنون انه اكو جيل جديد. اليوم احنا بالنسبة ان موجودين يعني في الشارع بين الناس، يعني نقول لهم بانه هذه مشاريعنا، هذه افكارنا، نحاول ان نغير الواقع، يعني نحن نقول نحاول ان نغير الواقع. يعني هي المحاولة يعني تستحق يعني انه تستحق المضي بهذه المحاولة، لاننا جيل جديد. نحن نقول رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، يعني نريد يعني أن يعني أن يكون هنالك يعني بصيص نور بسيط نحاول من خلاله يعني أن نرى ما في الجانب الآخر، أنه سؤال أخير هنالك أمل سؤال حول أخير تغيير حقيقي من خلال جيل انتقل هذا الجيل. الست وسن، سؤال أخير لك أحمد وانتقل الست وسن، برأيك من اللي يحرك الشارع العراقي؟ يعني ما تشوف أنه العشائر ورجال الدين هم اللي يحركون الشارع العراقي أكثر من البرامج الانتخابية وأكثر من أنه أكو جيل جديد يطمح للتغيير؟ يعني إيش قد نفوذكم؟ مع احتراماتي إلكم، يعني بالتالي أكو ناس ممكن تروح تصوت وترمي الصوت بناء على صوت شيخ العشيرة وعلى صوت المنبر، ومع احتراماتنا للجميع. نعم استاذ عدنان، ما حدث يعني في يعني بهذا الحراك الاحتجاجي الذي حدث في تشرين يعني خلق وعي وطني جديد، وعي وطني جديد غير قبلي غير مناطقي يعني غير طائفي، وعي وطني جديد يعني خرج فيه يعني جميع افراد الشعب من اجل ان يحاولوا ان يغيروا من شكل الواقع المساوئ الذي نعيشه.
بالتأكيد يعني مسألة أنه أنا أقول لك بأنه اليوم يعني الفرد العراقي بسبب التراكمات التي حدثت وبسبب المعاناة والمأساة التي حدثت في الماضي يعني أصبح يرفض فكرة التغيير إلى أن وصلت كطبيعة إنسانية يعني هذا بهذه الصورة يعني وصلت المسألة. نحن اليوم نحاول نغير قناعات الناس، نحاول أن نقول للناس نحن يعني موجودون كجيل جديد يعني جيل شاب يعني اليوم يعني أنا عمري 29 سنة ونصف يعني مقبل على 30 يعني لدي طموح من أجل التغيير. أنا أقول بأن رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، الخطوة الأولى هي تغيير قناعات الناس بأن يرون يعني وجوه جديدة، أن يرون هنالك مشاريع جديدة، أفكار جديدة، تصورات جديدة تحاول أن تغير من شكل الواقع الموجود. يعني اليوم وظيفة يعني العمل النيابي هو تشريع قوانين وليس يعني كما نرى اليوم يعني مسألة تبليط أو مثلا سلة غذائية وهذه القضايا، ولا إذا بقينا مثلا بعقلية التبليط والسلات الغذائية يعني أي من البلدان سننافس في المستقبل؟ سؤال خليني أسأل وسن، ست وسن سؤالي إلى حضرتك يعني حتى نقنع الناخب أنه ينتخبكم، حتى نقنع الناخب أنه أكو جيل جديد مثل ما يتحدث عنه أحمد وأكو دماء جديدة وأكو حركات ناشئة لازم يتوجه لها، يعني ما نقدر نقولهم إحنا جيل جديد و يعني أكو أشياء موجودة في برنامجك يعني غير مثلا أنه أنت من الزبير، يعني مثلا أكو أشياء ممكن تحققيها، أكو نقاط ممكن تركزين عليها في ما إذا فزت في الانتخابات، شو تريدين تسوين مثلا؟ نعم، من الأشياء الجميلة اللي ذكرت الآن أنه مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. ستان هاي سامحة بال 1980 الله يخليك ما أريد أثبتكم والله. لا هي لا إذا أنت لا هي صار لها قرون، هذه مقولات صار لها قرون. فعاليتها اللي تختلف من وقت إلى آخر وتطبيقها اللي يختلف من وقت إلى آخر، يعني مسألة هذه المشوار الألف ميل قديم جدا يعني. أنا قلت حلو أنه ما أريد أقول أعرفه قديم بس أقولك إحنا يعني بالعراق قصتنا قصة يعني قصة مختلفة كل ما نعم. لها اي ما اعرف يصير حتى نكون نعم حتى نكون كلش صريحين وواقعيين يعني وحضرتك يعني ده تضرب على الاوتار الحساسه جدا. الارث اللي احنا واجهناه احنا الثلاثه بما انه احنا اليوم بتقول انت الجديدين بهذا التجربه ارث كلش ثقيل واخذنا بذنب من سبقنا حتى نكون يعني صريحين. فالمسألة أمامنا جدا صعبة والتحديات كبيرة جدا، لكن هذا ما يمنع، هذا ما يمنع أنه إحنا لازم نسوي فتشي، لازم نقدم فتشي. إحنا لازم بعدها إن شاء الله إذا كان الفوز حليفنا بإذن الله لازم بعدها نثبت أنه كل ما كان سابقا ليس مجرد شعارات وإنما منهج وأفكار ومبادئ قابلة للتطبيق. يجب أنه نطبق النزاهة، يجب أنه نطبق العدل، يجب أنه نعمل ليل نهار، يجب أن نعطي كل ذي حقا حقه، يجب أن نشرع ما يلزم من قوانين، يجب أن نتابع تطبيق القوانين اللي موجودة أصلا. هذه كلها الأمور لازم نسويها. كيف نقنع الشعب؟ نقنع الشعب أنه نكون خير مثال. أنا من إجيت أرشح أنا ما جاية من فراغ. طيب. أنا بدي أشتغل صار لفترة طويلة مع الناس وقدمت كثير إلى الآخرين اللي أقدر عليه باستطاعتي، سواء كمدرسة، سواء كعاملة بمنظمات المجتمع المدني، سواء كإعلامية. فهذا هو خير مثال اللي أنت تريد توصله للناس. اليوم أنا من رحت للناس وذكروا كل ما سبق وذكروا معاملتي وياهم وقعدتي وياهم وعملي معهم، هذا كله شفاعة إلى الآخرين. طيب، تعرفين أكو نواب يعني كثر فازوا عن الزبير يعني وعن البصرة بشكل عام، لو ينتقل يروح البغداد، لو يروح نعم. إلى البصرة وينسى الزبير، يعني ما أعرف إذا أنت نعم. إذا فزتي هم تعرفين نعم. الزبير وتروحين نعم. البغداد لو للبصرة، بس شو تريدين تقدمين لهذا القضاء؟ شو تريدين تسوي له؟ إحنا بدون ما نهاجم من سبقنا، يعني خلي تكون تجربة سابقة، خلينا نتأمل خيرا بالقادم. كيف منين يجي هذا الأمل؟ يجي أنه التجربة الجديدة اللي وضعت بالقوانين الانتخابية الجديدة بقانون الانتخاب الجديد الدوائر على وجه الخصوص خلى نوع من التركيز وعدم التشتت سواء كان بالاهتمام أو بالعمل. يعني سابقا إذا أنت ذكرت هسه مجموعة النواب كانوا مشتتين بالعمل بكل أطراف البصرة من تنومة وبالخصيب ومركز البصرة والزبير وإلى آخره. اليوم هذه الدوائر الانتخابية تلزم 4 من النواب
ثلاث رجال وامرأة من الزبير، ونتمنى أن تكون الامرأة هذه وسن فتحي جاسم، تلزمهم أنه يعملون ضمن نطاق حدود قضاء الزبير، وبالتالي هناك تركيز بالعمل وبالاهتمام. مسألة السفر إلى بغداد والعودة منه، احنا حتى كمواطنين عندنا أشغال بالبغداد كونها العاصمة، فلا بأس من السفر يعني ذهابا وإيابا، لكن المكاتب أن تبقى فاعلة. اليوم احنا اللي نريده مو انه النائب موجود او يشتغل معقب لمعاملات الناس، لا، احنا نريده عضو فاعل بالحكومه بالدوله العراقيه، لكن المكتب احنا نريده فاعل، المكتب بكوادر الموجوده يكون فاعل مفتوح للناس. طيب. دائما يستقبل الشكاوي، هناك منهجيه بالعمل تصنف القضايا أكيد حسب اهميتها. اكيد في بالك اشياء انت مركزه عليها تقولين اني اذا اصير عضوه مجلس نواب، نعم. نعم. هاي القوانين أنا راح أركز عليها بهاي الدورة المقبلة، شنو مثلا؟ أي قانون مركز عليه أو أي شيء يسكنك والله يعني؟ والله شوف هو أي نعم طبعا هو نعم أنت ذكرت أنه أنا ذاكرة عموميات، هو طبعا إحنا ننطلق من العموميات وبعدين شوية شوية ندخل في الخصوصيات. إحنا ننطلق من خير الناس أنفع الناس بكل شيء وبعدين نختص قليلا قليلا. أنا اشتغلت مع فئات متعددة بالمجتمع، طبعا الفئات المستضعفة اللي عادة ما يسلط عليها الضوء بكل المشاريع سواء كانت الحكومية وغير الحكومية هي عادة ما تكون النساء وعلى وجه الخصوص المطلقات والأرامل والأطفال. هناك نوع من التهميش إلى الشباب على أساس أنه الشاب قادر على أنه يعيل نفسه ويحمي نفسه، لكن حقيقة في ظل ظروف العراق الشباب أيضا مستضعفين، وذكروا الشباب الآن الكثير من الأمثلة، لذلك ربما سأكون خير عون وسند إلى شبابنا. جميل، خليني أسأل فراس، يعني أريد أكو تنطيني فرق بين حركة وعي والحركات السياسية المنبثقة من تشرين. حركة وعي حركة تشرينية، أنت تشوفها حركة تشرينية، شنو فرقها عن باقي الحركات اللي انبثقت من تشرين؟ حركة نازل آخذ حقي، امتداد مثلا. نعم أستاذ الفاضل، حركة وعي هي ليست محتكرة لتشرين، وإنما هي جزء بسيط، بعض أعضاء المكتب السياسي أو التنفيذي كانوا عناصر فاعلين في مظاهرات تشرين، فبالتالي حركة شبابية تأخذ على عاتقها تغيير نظام الحكم والإزاحة، تتبنى طبعا تغيير نظام الحكم اللي هو فكرة فريدة تختلف عن جميع الحركات أو الأحزاب الناشئة والجديدة. طبعا تغيير نظام الحكم بآليات ونقاط أساسية كتبت من قبل قانونيين وأيادي مهنية، تقصد من برلماني إلى رئاسي بصراحة يحتاج، نعم، شبه رئاسي. احنا نطمح ان يكون نظام الحكم هو شبه رئاسي. اليوم ما تراه من محاصصة التي مزقت البلاد والعباد هي بسبب، نعم، هي بسبب ما يحصل من تقاسمات وتقسيم للكعكة السياسية على بعض السياسيين او المتنفذين. ما تريدون محاصصة في حركة وعي؟ شلون راح تتعاملون؟ شلون التعامل مع السنة فراس؟ التعامل مع الكرد شلون راح يكون؟ نحن نطرح فكرة الجميع يخضع للعراق، السيادة العراقية فوق كل شيء، لا نتعامل بالعقائدية ولا بالعنصرية، بل نتعامل بروح المواطنة، وهذا ما نسعى إليه في تطبيقه داخل السياسة العراقية ونجعله شيء قانوني ودستوري. وين نازلين فراس؟ بأي محافظات أنتم حركة وعي؟ لا يدعو بصراحة ما تعرف أنتم بأي محافظة نازلين حركة وعي؟ كم محافظة؟ يعني تستطيع أن تقول في الشمال وفي الغرب وفي الشرق وفي الجنوب والفرات الأوسط وفي بغداد، في جميع أنحاء محافظات البلد، فبالتالي حركة وعي هي حركة عراقية بحتة شابة تنظر إلى جميع العراقيين هم أبناء الوطن، تريد أن تكون رأيها وعملها هو من الداخل ولا تأتمر من الخارج. طيب. وتحتاج إلى تقديم، بل كتبت شيء مختلف عن الآخرين من خلال اختيار. طيب. نظام شبه رئاسي، اختيار رئيس الجمهورية بشكل مباشر،
واختيار رئيس الوزراء بشكل مباشر واختيار المحافظين بشكل مباشر من قبل الناخب العراقي، وهذا لا يخضع يعني محاصصة أو تقسيم. هو أكو واقع، أكو واقع، الأفكار جميلة بس أكو واقع لازم إحنا نفكر به. يعني البلد بسنة وبكرد وبشيعة، أنت تتحدث لي أنه إحنا لازم نجاوز هاي المسميات وإحنا شباب، بس يعني خلينا نفكر بشكل واقعي يا جماعة. حركة وعي تريدون تتجاوزون كل هاي الأشياء، شلون راح تشكلون حكومة؟ مجلس النواب ما راح ينعقد. أستاذ عدنان، بالتالي هذا مشروع يتبناه أو تتبناه حركة وعي، ليس بالضرورة أن يطبق في الدورة الحالية، وليس بالضرورة أن يفرض على الآخرين. هي فكرة ومشروع يحمل في طياته الوحدة العراقية، ولا ينظر إلى العقائدية ولا ينظر إلى العنصرية، فبالتالي هذا يخضع لرأي الناخب العراقي ومزاج الناخب العراقي. جميل. بإعطاء صوته لمن يستحق ومن ينظر إلى العراق بوحدته وبجميع أطيافه على أنه شعب واحد، ولا يتجزأ ولا يوجد نص دستوري بتقسيم العراق إلى سني أو شيعي، يعني أو مذاهب أو عنصرية. على كلامك أنه حركة وعي مثلا لا يوجد سند قانوني، لا تؤمن ولا تريد أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة، ورئيس مجلس النواب مثلا لازم يكون سني، ولا حتى رئيس الجمهورية من الكرد؟ أنتوا إذا دخلتوا للبرلمان هاي كلها تلخبطوها. إحنا بصراحة أستاذ عدنان ننظر إلى البنية العراقية والشعب العراقي ما يريد. نحن نعيش في معاناة ومع الناس، فبالتالي نعرف ما يحتاجه الناس وما يريده الآن. هو الشعب لا يريد تقسيمات طائفية أو عرقية أو عنصرية، فبالتالي هذا سوف ينعكس إيجاباً إذا ما حصل هناك تغيير واقعي أو حقيقي. حتى التقسيمات اللي ذكرتها هي لا تخضع إلى وجود نص دستوري أو قانوني بهذه التقسيمات. نعم، هذا عرف سياسي سائد جاء بسبب أفكار فرضت من قبل متنفذين أو متصيدين بالماء العكر أو مزاجات محيطة إقليمية فرضت واقع على الشعب العراقي أو على السياسي العراقي، وحمله السياسي العراقي وأخذ بهذه التقسيمات، وهي بصراحة غير صحيحة وغير مجدية. خلال 18 سنة رأينا ما رأينا من الرئاسات أو من حتى اليوم التحكم. ترى اليوم الرئيس الوزراء غير قادر أو خاضع لقرار ما إلا بالرجوع إلى المحاصصة والتقسيمات والضغوطات السياسية، وهذا غير مجدي نفعا. طيب، إذا ما حصل تغيير حقيقي وقانوني ودستوري وتصحيح المسار العملية السياسية من خلال اختيار ومزج المزاج الشعب العراقي والناخب العراقي باختيار من يمثله بمصدر القرار أو التشريع تنفيذيا أو تشريعيا، أعتقد سوف تكون نقلة نوعية وتنعكس إيجابا على الساحة السياسية، وهذا حتى بصراحة. أنا أشكرك فراس وأستوقفك هنا لأن الوقت عندي، وأريد أروح للأستاذ أحمد الدوري وأسئلة. يعني أنت والدك يعني كان مرشح للانتخابات في 2014 على القائمة العربية بزعامة صالح المطلق، واللي رفعوا شعار إذا ذلت العرب ذل الإسلام، وأنت مرشح عن حركة ترفع شعار الهوية الوطنية. يعني أبوك عروبي وأنت وطني، أعطيني فكرتك عن الهوية الوطنية. نعم أستاذ، أنا اليوم يعني كأحمد حازم. تفضل أحمد، تفضل. نعم، انا اليوم يعني كأحمد حازم الدوري، يعني انا انسان يعني توجهاتي الفكريه يعني ليبراليه، يعني بصوره عامه يعني مؤمن بالهويه الوطنيه الجامعه، بانه يجب ان يكون هناك يعني ان يكون هناك يعني مفهوم عام، يعني هويه وطنيه جامعه ينضوي تحتها جميع العراقيين. هذه الهويه الوطنيه يعني هي التي ستمهد إلى أن تكون هناك نهضة حقيقية للبلاد، لأنني مؤمن بأنه اليوم إرادة الشعب هي التي ستقوم بتصحيح المسار، وليس يعني أنه المسألة تكون فقط من خلال مثلا مرشح أو من خلال يعني خلينا نقول مثلا مصدر قرار سياسي. يجب الشعب أن يساهم في حالة النهضة الموجودة. لذلك أنا قبل قليل يعني تحدثت لك
أنه يجب أن تكون هناك تجدد في الأفكار والتصورات للشارع من أجل أن يؤمن الشارع بأن من يمثله يحتاج للمساندة من أجل أن يقوم مثلا بتشريعات تستهدف المصلحة العامة من خلال يعني مشاريع العمل أو حتى مشاريع السكن أو على مستوى المشاريع الخدمية. طيب. يعني تحدث لك أنا قبل قليل أنه وظيفة عضو مجلس النواب هي وظيفة تشريعية تشرع قوانين، هذه القوانين يعني تستهدف المصلحة العامة وليس يعني وظيفته يعني يكون أداء تنفيذي على مستوى الخدمات وعلى طيب مستوى أحمد يعني أحمد خلي ما نراه اليوم خلي يعني من استخدام دعاء انتخابية. أنت تشريني برنامجك لم يتطرق إلى ملف المتظاهرين، إلى قتلة المتظاهرين، لم يتطرق إلى إنصاف ذويهم، إلى الجرحى المعوقين، شلون؟ نعم بالتأكيد أستاذ عدنان، يعني أنا يعني بالأصل يعني أنا أصلا ناشط حقوقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، يعني مسألة الشهداء، يعني الشهداء الذين يعني ضحوا بدمائهم من أجل التغيير، مؤكد يعني يجب أن يكون هناك يعني الكشف وأن يجب أن تكون هناك تحقيقات جادة تجاه يعني هذه الخروقات التي حدثت. يعني تحدثنا حتى فيها يعني في السابق يعني على قناتكم يعني الموقرة كثيرا يعني تحدثنا بأن هذه الخروقات يعني إذا لم يتم يعني الكشف عن هذا الملف يعني مؤكد يعني ستتكرر في حال يعني حدوث أي حركات احتجاجية في المستقبل. طيب. أول فقرة في برنامجك تشغيل شباب أبو غريب، يعني أنت رايح للبرلمان نعم. حتى تشغل شباب أبو غريب، هيش تصورك عن البرلمان أستاذ أحمد؟ لا أستاذ، طبعا الموضوع يعني أنا عندما بنيت يعني مشروع العمل ومن خلال إعادة هيكلة المصانع الوطنية هو عبارة عن مشروع يعني استراتيجي على مستوى يعني البلد بصورة عامة، ولكن منطقة أبو غريب كجزء يعني شأنها شأن بقية مناطق العراق، منطقة يعني هي الواجهة الصناعية تعتبر يعني لبغداد، يعني منطقة تتمتع يعني بالطاقة الفلاحية، تتمتع بالمساحات الزراعية الواسعة، تتمتع بمصانع يعني مغلقة إلى اليوم. فنقول يعني أنا تحدثت لك قبل قليل بأن رحلة 1100 تبدأ بخطوة، هذه كدائرة انتخابية يعني بالنسبة لي وقريبة من عندي، أنا متابعها يعني بصورة دقيقة بأنه منطقة يعني أتحدث لك أنه عندما تشوف يعني المأساة اللي موجودة بها يعني مأساة حقيقية يعني بحياة جدا صعبة على مستوى المواطن، على مستوى الشباب، يعني أغلب الشباب عاطين عن العمل بلا أمل تجاه الحياة، يعني هذا القضاء الكبير يعني يجب ان يكون هناك يعني مشروع حقيقي في داخل هذا القضاء من اجل يعني ان تكون واجهه صناعيه حقيقيه، وبالتاكيد يعني اذا تم اعاده تهيئه المصانع الوطنيه على مستوى قضاء ابو غريب اكيد يعني كثير من فرص العمل راح تتوفر الى جميع الشباب على مستوى بغداد وعلى مستوى جميع المحافظات. خليني هو مشروع يعني استراتيجي، يعني مشروع يعني السؤال إلى ست وسن وأرجع لك، يعني في الصفحة اللي على الفيسبوك تحمل عنوان إعلام المرشحة وسن، عندك زيارات وجهاء ومشايخ الزبير، أنت تراهنين على صوت العشائر يدعموك بالانتخابات ست وسن؟ وليش لا؟ العشائر جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وبالعكس احنا نعول عليهم هواي، وإلهم أيضا دور في بناء المجتمع وبالتغيير أيضا، فإيه أعول نعم ساندوني وعاضدوني على مدار هذه الأيام كلها، وبغض النظر عن كون إن يعني الدور الانتخابي لهذه العشائر فهم أهلي وعزوتي وسندي سابقا والآن وفي المستقبل. احنا ما يخفى علينا انه مهما حاولنا العشائر جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. استاذ فراس، حركة وعي اللي تنتمي لها يعني من خلال متابعتنا لتجمعاتها ومؤتمراتها الانتخابية على ما يبدو مصادرها التمويلية جيدة جدا، من اين تمول؟ لا ما تريد تجاوب براحتك. بالعكس استاذ عدنان، لطالما كثر السؤال عن هذا الموضوع. بصراحه اغلب المؤتمرات والتجمعات هي تجمعات قام بها المرشحون في مناطقهم الانتخابيه ضمن الاقضيه والنواحي اللي تابعين لدوائرهم الانتخابيه، ومن ضمن هذه المؤتمرات اللي اقيمت مؤتمر فراس الموسى في قضاء التاجي الدائره 16، بصراحه كان مؤتمر جدا كبير وحضور
كان بمستوى عالي جدا ودعم من اهالي قضاء التاجي ومناطق سبع البور وكذلك الطارمية والمشاهدة. طيب. بصراحة اي دعم مالي من اي جهة سواء سابقة او لاحقة لمرشحين او لحركتنا ما موجود، انما هذه المؤتمرات هي مؤتمرات تقتصر على الماء والعصير ونشر الكراسي، واي شيء بصرف مادي داخل المؤتمرات ما موجود. فبالتالي اليوم انا اريد اسوي مؤتمر واخسر لي 500,000 دينار او مليون دينار، اعتقد ماكو مرشح اليوم ما يمتلك هذا المبلغ ويقدر يسويه. طيب. اليوم احنا من نهضنا بنفسنا ونريد نتوجه للتغيير وللتجديد، اعتقد لابد انه نخسر من المال ومن الحال ومن الوقت فراس. في سبيل التغيير، والا انت تعود عليها هاي مال باكر راح تصير عضو مجلس نواب، وصلت الفكره يعني خلاص راح ننتقل. تعلم علي هاي ماكم تصير عندك مقابلات؟ لا بالعكس. يلا خلي شويه تتعود على القصه، بس خليني اسال الاستاذ القانوني استاذ احمد. عكس ما موجود استاذ بدوري، يعني هو قانوني ولا يوجد اي شيء اي مشروع في برنامج الانتخابي لقوانين، يعني انت تتخيل انه العراق مستقر قانونيا، ما عندنا مشاكل قانونيه ودستوريه، مو انت قانوني استاذ احمد؟ لا، تحدثنا عن التشريعات استاذ عدنان قبل قليل، قلت لك انه هذه كلها قوانين، يعني مساله هيكله المصانع، مساله دعم القدره الانتاجيه من الطاقه الفلاحيه، كلها تحتاج الى تشريع قوانين يعني، فاكيد هذا يعني اداء قانوني بالتاكيد. اكيد هنالك بعض القوانين يعني مثلا يعني بتحتاج الى يعني مثلا تعديلات على مستوى الدستور، هنالك كثير من التعديلات الدستوريه التي نطمح لها، فاكيد يعني الجانب القانوني يعني نحن هو اختصاصنا يعني انا محامي في محكمه الجنايات يعني منذ 2016، فاكيد يعني نطمح الى كثير من المسائل التشريعات يعني، ولكن سعه البرنامج اكيد يعني يجوز ما تتسع الى طرح كل ما نطمح له. عاشت ايدك. عندي اسئله سريعه يعني الاجابه 45 ثانيه. اولا خليني ابدا مع الست وسن، عندي أربع أسئلة كل سؤال 45 ثانية تقدرين تجاوبين عنها ست وسن. أولا، نعم. ماذا فعلت الميليشيات بمحافظة البصرة؟ نفس ما فعلت ببقية المحافظات. البصرة مثل ما قلت هو جزء لا يتجزأ من العراق، التطرف، الميليشيات، كل الأعمال التخريبية، كل محافظة نالت حصتها، وبالتالي البصرة لا تختلف عن بقية المحافظات من هذه الناحية طبعا. وما ربما هناك اختلافات وما على زال أكو تأثير لها في المحافظة وسن؟ لا، خف حاليا يعني هناك تغيير كثير إيجابي من هذه الناحية يعني. بفضل نعم. من؟ الشعب والوعي اللي صار والتغيير اللي صار هو اللي ساعد انه يخفف من حده الميليشيات. نعم. بالبصره. نعم نعم، احنا مرينا بمراحل من بعد 2003. السؤال الثاني انت ذكرت قبل هل شوي أنت يعني مرينا بمرحله اسلاميه. نعم. هل نعم. انت مع مشروع اقليم البصره؟ مشروع اقليم البصره مشروع ضخم قد لا تؤهلنا المعطيات الآن للبت فيه مع أو ضد، لكنه وارد جدا. يعني تعرفين أهل البصرة مظلومين، عاصمة اقتصادية ولم ينفذ هذا القانون. طبعا طبعا أعرف. إش قد يعني إش قد يستحوذ على تفكير أهل البصرة أنه خلي نسوي إقليم؟ كثير كثير كثير، احنا كنا محظوظين بكثير من الندوات اللي اجتمعنا بها كثير من المرشحين في البصرة، وكان بصراحة الموضوع الأكبر. وانتي؟ أنا مثل ما قلت لك هناك معطيات كثيرة يجب أن ألم بها حتى أقرر نعم ضد أو مع، لكنه وارد جدا. شنو رأيك بأداء محافظ البصرة أسعد العيدان؟ أسعد العيدان الآن هو مرشح، وبالتالي ما أعتقد من الجيد أنه أنطي رأيي بي، لأنه يا أما يحسب كمحافظ مو كمرشح. ما تقدر الآن بهذه المرحلة ما تقدر تفصل الاثنين حقيقة. لو سألني هذا السؤال قبل هذه المرحلة كان أجبتك عليه، لكنه في هذه المرحلة وأسعد العيداني هو مرشح من البصرة من نفس محافظتي، صعب جدا أنه أجاوبك، لأن قلت لك يحسب يا أما كذا يا أما كذا. لا، فالأفضل بس هو أنه يعني على, على, على الأغلب. نعم. أنه الحركات يعني يشخصون سلبيات الحركات الأخرى،
انت جدا مسالمه. ما انا ذكرت لك لو كانت فقط حركه لا لا مو مسالمه. انا قلت لك انه انا لو سالني على هذا طيب. الموضوع قبل ان يكون هو مرشح امامي لربما اجبت. شلون تقيمين دور البرلمانيات اللي مثلن البصره في الدورات البرلمانيه السابقه؟ ليس بمستوى الطموح. ليش؟ لأسباب كثيرة، قسم منها خاصة بهم وقسم خاصة بالمجتمع اللي يعيشون به وبسياسة الدولة. احنا مجتمعنا ذكوري إلى حد كبير، وهذا ينطبق حتى على المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة وضمنها قبة البرلمان. صوتهم مو بالقوة المطلوبة، لكنه بدأ يعني ياخذ القوة شيئا فشيئا، وربما يوصل إن شاء الله إلى المستوى اللي نطمح إليه احنا. فقسم منهم راح يتغير يعني مثلا ماخذوا دورهم. انت نفس الظروف راح تمرين بها. هو طبيعي. لا طبيعي سنه الحياه. لا اي سنه الحياه، سنه الحياه التغيير. احنا اللي نتمنى انه نقود عجله التغيير الى الايجاب. شكرا لك ست وسن. انتقل للاستاذ فراس. هل لحركه وعي صله سياسيه استاذ فراس او ماليه او معنويه بالسيد عمار الحكيم؟ اليوم استاذ عدنان انت عارف البرنامج ما تستنى بس على الحركه. ماكو فرق بين برنامج انت برنامجك برنامج الحركه. انت عندك برنامج مغاير؟ نعم. لا انا انت برنامجك المفروض على على الانتخابات يعني على المرشح وما يتبناه بغض النظر. نحن نجيب على كل ما تسال، وبالتالي هو سؤال يدار في الاروقه السياسيه. ومن يريد ان يشوه صوره حركه وعي لما لها من وجود شبابي وما لها من وجود الآن سياسي على أرض الواقع. وبصراحة ما نتلقاه اليوم من هنا وهناك من طعنات بسبب وجود وتأثير حركة وعي، وهذا إن دل على شيء يدل على أن حركة وعي حركة مؤثرة بالشارع العراقي ولها تأثير وكلمة في الواقع السياسي. ما تعليقك أستاذ فراس على من يصف ناشطي تشرين بأبناء السفارات؟ بصراحة ناشطي أو حركة تشرين هي حركة بصراحة ناشئة من متطلبات الشعب العراقي، ولا يحق لأي شخص أن يلوث أو يمس حركة تشرين بأساليب وكلام نابي بصراحة أو ما شابه ذلك، لأنه حركة تشرين هي خرجت من أجل المطالب الحقة لأبناء الشعب العراقي. وإن وجدت هناك سلبيات أو ملوثات في الحركات أو في الساحات التي احتجت على النظام السياسي أو على الحركة السياسية في العراق، فهذا لا يمس سمعة المتظاهرين في جميع أنحاء القطر العراق. هل حان الوقت لاستبدال النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي؟ أنت جاوبت عنه قطعا. اليوم الساحة السياسية تحتاج إلى تغيير، وما لاحظناه من مظاهرات واحتجاجات هذا إن دل على شيء يدل على وجود تغيير منهجي يحتاجه الشعب العراقي وإداري أيضا وكذلك دستوري وتشريعات قوانين جديدة، وبالتالي يحتاج إلى إعادة هيكلة النظام السياسي العراقي. نعم. يعني أنت مع أنه يتغير النظام السياسي إلى رئاسي؟ خلاص البرلماني ما نحتاجه. قط أستاذ العفو، إحنا نحتاج إلى شبه رئاسي وليس رئاسي. الممازجة ما بين الرئاسي والبرلماني. نحن نطرح قصة شبه رئاسي نظام شبه رئاسي. هل حزب البعث يحتاج إلى شرح؟ يحتاج إلى شرح. هل حزب البعث قادر على تهديد النظام السياسي القائم كما تحذر من ذلك قوى إسلامية شيعية أستاذ فراس؟ حزب البعث أصبح في حديث كان وليس له أي تأثير في الواقع والمشهد السياسي، وهو حزب محظور. واليوم الشعب العراقي هو شعب واعي ولا يريد أن يرجع إلى المربعات الأولى وعانى ما عانى في الحقب الماضية. وحزب البعث ليس له وجود الآن على الأرض السياسية العراقية، وأعتقد الشعب العراقي لن يسمح
بإعادة النظام الذي قتل أبنائه وشرد شردهم بشكل تهديد جعل من حزب من حزب الإسلامية الشيعية يقولون بعد نعم. البعث يريد يرجع ويشكل تهديد، أنت برأيك ما يشكل تهديد؟ بصراحة ليس فقط الحزب الشيعي أو الحركات الإسلامية الشيعية، بالمنظور عام للشعب العراقي هو ينظر الآن إلى الحزب البعث هو حزب محظور وحزب لا بد أن يكون خارج العملية السياسية. شكراً لأنه أنا معانا من الأستاذ فراس السابق. الأسئلة الآن للأستاذ أحمد الدوري، من يحكم بغداد؟ السلطة الرسمية، الأحزاب، الفصائل؟ نعم استاذ عدنان، يعني هو يعني البلد طبعا اكيد يعني الان يعني نحن في فتره يعني نطمح بها يعني الى مستقبل افضل والى حياه افضل. انا حتى يعني قبل يعني احب يعني انوه يعني على موضوع جدا مهم، انه نحن الان يعني نطمح الى يعني ان تكون هناك حقبه جديده، ان تكون يعني هنالك يعني سؤالي لك احمد، شكل حياه يواكب الحداثه الموجود. بغداد منو اليوم احمد استاذ عدنان؟ اسمع سؤالي زين وجاوبني. بالتاكيد يعني اليوم يعني نحن عندما تكون يعني بشكل الحياة، أنا عندما تحدث لك أنه يجب أن يكون هنالك هذا السباق الحضاري اللي نشاهده إحنا على مستوى الدول الأخرى، السباق الحضاري، مسألة المنافسة الحضارية. أحمد ما سمعت سؤالي، تسمعني الآن أحمد؟ تسمعني؟ نعم ساعدنا نسمعك زين. يلا خلينا نروح للسؤال الثاني، هو هم هذا شوي. من هو الطرف الثالث؟ قوات أمنية، عناصر حزبية، مرتزقة من دولة أجنبية؟ يعني هنالك يعني هنالك اكيد يعني جهات قانونيه ورقابيه وقضائيه يعني تعرف يعني الاجابه عن هذا السؤال استاذ عدنان. فيعني اكيد يعني هنالك يعني جهات مختصه في هذا الشان. يعني انا اليوم اتحدث لك يعني انه جئت لكي يعني ان تكون هناك يعني احاول ان اوصل افكار وتصورات يعني متجدده يعني الى الناس جي. من اجل ان يعني يكون هناك يعني بصيص امل يعني نحو التغيير. جيم ممتاز جدا. هل هناك فرق بين الكلمات التالية؟ فصائل، ميليشيات، جماعات خارجية عن القانون، قوى لا دولة. استاذ قول ما جاوب. يعني نفس الكلمات استاذ عدنان، يعني اللي قاعد نفس المعنى. لا هي نفس المعنى. نفس يعني المعنى. نفس المعنى كذا يعني تقريبا. يعني تشوف ماكو فرق بين الميليشيات والفصائل والجماعات الخارجة عن القانون وقوى لا دولة؟ مو هي هاي هن هاي الخلطة هسه اللي جاي يستخدمونها بالبيانات. انت باشر في مجلس النواب تشوف ذاي الكتل كلها تستخدمها هاي القصة. انت برأيك هم شيء واحد؟ نعم يعني استاذ عدنان، يعني نحن استاذ عدنان يعني نحن نطمح يعني الى واقع افضل. يعني تحدثت لك انا يعني من خلال استاذ عدنان. تسمعني؟ اسمعك حبيبي. اي نحن نطمح الى بناء يعني واقع افضل استاذ عدنان. يعني اليوم نحن نعيش في القرن 21، يعني يجب يعني ان تكون هنالك مواكبه، ان تكون هنالك يعني نهضه حقيقيه لهذا البلد. طيب. يعني سيمنع من الواقع يعني الذي نعيشه يعني على المستوى المعاشي، على المستوى الامني، على مستوى كل أي القوة يعني شكل السياسية موجود، فنطمح الى حياه افضل. نعم استاذ. اي القوة السياسيه قريبه من حركتكم ويمكن تتحالفون وياها في المستقبل؟ نحن تحدثنا قبل قليل استاذ عدنان، نتبنى مشروع الهويه الوطنيه الجامعه والعمل والسكن. في حال يعني طبقت يعني طبقنا مشروعنا على ارض الواقع والمواطن العراقي يعني اصبح يشيد بمشروعنا ورؤيتنا، يعني سنمضي. في حال انه ما تحقق هذا الشيء ويعني وقفوا يعني يعني اتجاه تحقيق هذه الرؤيه، باكيد يعني سنختار يعني خيار المعارضه يعني بالتاكيد. شكرا لك أحمد حازم جاسم الدوري، مرشح حركة نازل آخذ حقي، بغداد دائرة 13 تسلسل 36. وشكري أيضا الفراس الموسوي، مرشح حركة وعي الوطنية، بغداد دائرة 16 تسلسل 22. وشكري أيضا إلى وسن فتحي، مرشحة حركة الوفاء العراقية، البصرة دائرة 4
تسلسل 40. أتمنى لكم التوفيق، أتمنى لكم التوفيق. شكرا لمشاهدينا ونلتقي في حلقة أخرى.